مرحبا. أهلين. شو مبسوطة؟ تعالي. شكرا. يسلموا. أهلا وسهلا. لهلا ماني مصدقة انه نحن هون. حبيتي بودرة؟ بتجنن. اصلا انا بحب اي مكان بكون فيه معك. معناتها على طول منيجي لهون، شو رأيك؟ ممكن. بس اكيد منروح على غير اماكن، مو بس هون يعني. عمر انا كتير مبسوطة هلا، ما عم بقدر استوعب كل هالشي. بتتعودي يا روحي، شوية وقت. شوفي خايفة كثير انه هالسعادة ما تدوم. إذا خسرتك أنا شو بعمل؟ جوري أنت ما رح تخسريني أبدا. يا اهلا وسهلا، اهلين فيك. تعالي. اوعك تقلي انه بدنا نغوص عمر. مزبوط بدنا نغوص، بس انا بحياتي ما عملتها عمر. جوري وثقي فيني شبك. خلاص تعالي، اصلا ما رح نغمق كتير. يلا. اهلا وسهلا، اهلين فيك، شرفتينا. مرحبا عمو. دكتور عمر رح حضر العده. ماشي، شكرا. عمر انا كتير بخاف من البحر. ليكي جوري اسمعيني منيح، الغوص تحت المي احلى شي ممكن تجربيه بحياتك. كرمالك حجربه. شو بدك بالنسوان لك ابني؟ انا بقلك اتسلى معهم وبس. يا اولاد لو شفتوني كيف كنت بشبابي. بابا بتعرف انا ماني حابب احكي معك باي سيرة هلا. لكان اسمع، هلا بدي اعرف ما بقي بالدنيا كلها غير جوري. روح احطها انساها. لك ابني الدنيا معباية من نمرتها، شو بدك فيها؟ روح دور لك على شي صبية حلوة تناسبك. معقول عم تقتل حالك كرمالها؟ مفكر روحك رخيص حتى تقتل حالك. بابا انتبه، كنت روحت راسك هلا. انت عنجد خايف على ابوك يتأسى؟ خايف علي؟ أكيد بدك تخاف علي لأنه ما عندي غيرها. كيف فجأة من قلبك تقتل حالك؟ أنت بابا؟ يا أبوك، ولا مفكرني حياة أنا لما ما عندي قلب يخاف عليك؟ بابا بشرفك لا تعمل هيك فيني، أنا ماني متحمل، ماني متعود على هذا الحكي. أنا خلص معت أبوك لأن تركت أهلك وبيتك. ليش هيك؟ أنا رحم لك لأني ما رحت على بيت صالح وطلبت منه السماح، مو هيك؟ شفت كيف الأبهات بيكونوا؟ أنت خليك هيك عم تركض وراها. بابا خلص خلينا نروح على البيت مع بعض هلا. إذا رح تضل فيه تعال
اصلا كنت حالف يمين ما ترجع. شو قلت؟ مثل ما بتأمر رح ارجع البيت وضل معك. هيك ها؟ سمعت ولا؟ شفت يا اسماعيل؟ انا قلت لك، قلت لك انه رح يرجع مثل الكلب على بيتي. ابني ابني. شو جاهزة؟ ايدي ورجلي عم يرشفوا كتير حبيبتي، بعد شوي ما عاد يرشفوا.